أولا يا إخوة، يجب أن نعلم أن أوقات الصلوات للمسافر والمضطر ثلاثة ليست خمسة. الظهر والعصر لهما وقت واحد، يبدأ من دخول وقت الظهر وينتهي بخروج وقت العصر، والمغرب والعشاء لهما وقت واحد، يبدأ بدخول وقت المغرب وينتهي بخروج وقت العشاء، والفجر لها وقت. فهذه ثلاثة أوقات. ما فائدة هذا الكلام؟ إذا كنت يا أخي ستنزل من الطائرة في وقت الصلاة، يعني مثلا طرت قبل الظهر وستنزل الطائرة قبل خروج وقت العصر، فإنك لا تصلي في الطائرة، وإنما تصلي إذا نزلت، تصلي الظهر والعصر وهكذا. أما إذا كنت لن تنزل في الوقت، طرت قبل الظهر وستهبط الطائرة بعد المغرب، طرت قبل المغرب وستهبط الطائرة بعد نصف الليل، طرت قبل الفجر وستهبط الطائرة بعد شروق الشمس، فكيف تصلي؟ قال العلماء: تصلي على حالك، استطعت أن تتجه إلى القبلة اتجهت، ما استطعت تصلي إلى أي جهة، استطعت أن تصلي قائما صليت، ما استطعت تصلي جالسا، تومئ إيماء وتبرأ ذمتك على الراجح. فإذا نزلت لا يطلب منك أن تعيد الصلاة، وذلك لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأنه لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، فتصلي بحسب استطاعتك وتبرأ ذمتك. نعم، يعني يا أخي حتى لو كنت تعرف جهة القبلة، أنت جالس على الكرسي ورأيت في الشاشة أن جهة القبلة إلى خلفك لكنك ما تستطيع، صلي إلى الجهة التي تتجه إليها وتبرأ ذمتك بهذا.